أكد رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء هشام علي أن العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد لم تنجح في شق الصف الوطني، مشيدا بجهود القوات المسلحة في حفظ الأمن والعمل على عودة السياحة لمسارها الطبيعي. دير سانت كاترين اللي هو برضو كان مستهدف، واحنا فاهمين ليه في الوقت الحالي وكده حابين يعني، وما فيش شيء طبعا يعني، كلها عمليات خسيسة وجبانة وكلها فاشلة بمنتصر، لن تؤثر على سيناء ولن تؤثر على المصري ولن تؤثر على تماسكنا كلنا مع بعض. احنا نسيج واحد، احنا ما عرفش مين ده ومين ده، يعني كلهم حبايبي وكلهم اخواتي وكلهم نشأنا كده.